نواصل معكم مشاهدينا بثنا المباشر والحي، نتكلم دائما عن نهضة البلد المنشودة المتمثلة في أبناء المبدعين. مرات كثيرة عشان ما نظلم البعض إنه عندنا علماء وعندنا مختصين وعندنا ناس مبدعين ما منقدر على أقل تقدير علمهم ومجهودهم في السودان، عشان كده بيلجأوا لدول خارجية هي بتعمل بخطط استراتيجية بعيدة المدى عشان تستفيد من كل المبدعين وتوظفهم في مجالات متعددة. ظلت العملية التعليمية في السودان معقدة جدا لسنوات طويلة نظرا للحالة الاقتصادية، الجانب السياسي، الظروف دي كلها أثرت سلبا على أحوال الطلاب والمقبلين على الدراسات التعليمية بالذات العليا. لذلك لتقليل الصرف في الداخل لجأوا للجامعات الخارجية إذا كان دراسات على مستوى البكالوريوس أو على مستوى الماجستير والدكتوراه. هذه الدول قدرت علمهم لأنه مجموعهم كبير وتحصيلهم أعلى، لذلك عايز نستفيد منهم مستقبلا. ليه ما نستفيد من أبناء بلدنا المبدعين الخلاقين الممكن يقدموا البلد والنهضة المنشودة اللي دائما بنتكلم عنها؟ اليوم في صباح الشروق حنتحدث في بنود مختلفة، جانب يخص التدريب وجانب يخص البحوث المدرجة دائما بتكون حبيسة الأدراج ما بترى النور لتستفيد منها دول أخرى، وجانب متعلق بالظروف الاقتصادية وبالظروف اللي بيعيشوها أبناء السودانيين العاملين بالخارج أو المقيمين أصلا بالخارج. ضيفي في هذه الحلقة في هذه المساحة مشاهدينا لجانب آخر، هو مهتم بالمياه الجوفية في الحوض النوبي بالتحديد في شمال السودان، وده جانب بحر واسع. أما الجانب الآخر هو مهتم أيضا بالبحوث ومهتم أيضا بالدراسات العليا، مهتم بشأن السودانيين العاملين بالخارج. نرحب مباشرة بدكتور محمد الشيخ. محمد أهلا ومرحب بك، صباح الخير. عليكم السلام دكتور. ورحمة الله. مرحب بك أستاذ حمزة، هي احترام لمشاهدين داخل وخارج السودان. دكتور أنت جاي لنشاط معين وإنت نعم. أصلا مقيم برا يعني نعم. شيء جميل أنه يتم التشبيك، ما فقط العلم يقتصر فقط على دول تانية أو تدوا كل ما عندكم لدول، فإنتوا بجهدكم بمسؤوليتكم المجتمعية عايزين برضو تشبكوا في الداخل. نعم. أنت جيت من السودان عشان توقع نعم. ورقة اتفاق ما بين جامعة خرطوم نعم. والأكاديمية اللي أنت بتعمل فيها نعم. نتكلم شوية قبل ما ندخل في التفاصيل عن أوضاع الطلاب السودانيين بالتحديد اللي بيدرس في الدراسات العليا في خارج السودان في الإمارات. طيب. في البدء أستاذ حمزة لو سمحت لي خلينا هي دولة حكومة الأمارات حكومة وشعبا في هذا اليوم المبارك بالعيد 51 لاتحاد الأمارات، وفي هذا المنطلق ندعو الأخوة السودانيين أن يعني في نفس في هذا المجال على أساس يوحدوا كلمة الشعب السوداني وننطلق بمسيرة إلى الأمام على أساس نحصل الدول. فاتونا كثير في مجالات كثيرة جدا جدا. عن سؤالك عما يلي التعليم في الخارج، في مشكلات كانت كثيرة بتقابل السودانيين الشغالين في 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 الأمارات والدول العربية بشكل عام. نقدر نقول خريجين الجامعات سابقا، خريجين الجامعات زي ما تقول مثلا جامعة الخرطوم على سبيل المثال وليس الحصر، وجامعة النيلين، الجامعات خريجين القدامى كان الآن بيشغلوا أكبر المناصب على مستوى الدول في الوطن العربي، وظائف عليا وقيادية وخططوا ونفذوا، ولكن هذا الأمر في السنوات الأخيرة أخذ في تراجع. سبب هذا التراجع فيه يكون ضعف في بعض النواحي الخاصة ب تقدر تقول الإمكانيات في الفترة الأخيرة في السودان، فيما يلي التدريب، فيما يلي المعامل، فيما يلي اللغة بشكل أساسي. في دي مشكلات بتقابل السودان في الخارج. نحن في مجموعة علوم المستقبل بشكل خاص سعينا مجموعة مكونة من خبراء سودانيين في الوطن العربي على رأسهم البروفيسور عبد المنعم آدم سليمان. البروف عبد المنعم آدم سليمان الآن يشغل وكيل جامعة الأمير سطام للبحث العلمي، وتم اختياره من أفضل السودانيين على مستوى العالم، أفضل 2% من مستوى العالم. فهذا نحن كسودانيين في الخارج عندنا سمعة طيبة جدا جدا على مستوى الإدارات، على مستوى التوظيف بشكل عام، ولكن بيحتاج مننا إلى خطوات متقدمة. طيب دكتور نجيب هنا،
اي عمليه تعليميه بتبدا من النهج. نعم. والاهتمام الاساسي بيكون بالمنهج. نعم. الدراسي. نعم. اذا كان منهج مواكب ومتطور فبالتاكيد بنشهد جيل صحي ومتزن وجيل مواكب. نعم. كمان فانت برايك مقارنه بالمدارس او الجامعات الموجوده في الخارج، تكلمنا من الاساس جذور المشكله الحقيقيه، هل احنا بنعاني من المنهج الرئيس يعني عدم مواكبته وتطوره، والمشكله وين بالتحديد؟ طيب استاذ حمد، هي المشاكل هي مشتركه من الاساس. من الاساس المشاكل هي كلها مشتركه، يعني ما نقدر نفصل المشكله عن الاخرى. اولا البيئه التعليميه او البيئات للطلاب داخل الجامعه، لان تيجي تقارنها على مستوى مثلا على سبيل المثال دوله الامارات العربيه المتحده، ما تلقى اي شبه مقارنه، باعتبار انه الطالب من يدخل في الجامعه من المستوى الاول بيكون مهيئ تماما بكل الظروف، بداء من اعضاء هيئه التدريس على مستوى عالي جدا جدا، كذلك القاعات على مستوى عالي، اللابات على مستوى عالي، يعني ما يشكي من اي صعوبه على اساس انه يتحصل على يصل على الجامعه. نحن هنا في السودان للاسف بشكل عام يعني نقدر نقول ظروف كثيره يعني يخلي الطلاب يتغيب من المحاضرات، ما يقدر يصل او يصل يكون مرهق جدا، ما يقدر يستوعب. يعني هي المشاكل مشتركه، مشاكل البيئه، المشاكل الخاصه بالمنهج بشكل اساسي. زي ما ذكرت انه المنهج خريج الجامعه لما يتخرج يصل على مستوى عالي ده خارج الامارات يكون ما عنده لغه، خريج درجات عليا ماجستير او دكتوراه، لما يصل في دوله الامارات المتحده على سبيل المثال وليس الحصر في اي منصب يتطلب اللغه نمبر 1 اللغه الانجليزيه، فهو تلقاه يعني الا بعض الناس على سبيل المثال بيجتهدوا بعد يتخرجوا من الجامعه باجتهاد شخصي على مراكز تدريبيه هنا، مراكز يعني اللغه تكثيف على اساس انه يقدر يواكب مع الشغل الخارجي. فهي المشاكل المشتركه بين المنهج والبيئه، واعضاء التدريس نفسهم بيحتاجوا الى ربطهم بالخارج او مواكبه للتطورات الحاصله خارجيا عشان يقدروا يواكبوا في والبيئه دي بنقصد بها الظروف المحيطه بين الظروف الاقتصاديه، الظروف السياسيه، الواقع ده بينعكس. نعم. سلبا. نعم. على الطالب. نعم. طيب في نقطه مهمه، تفضل. الجامعات الخارجيه بتاسس دائما الطلاب لسوق العمل من هم في الجامعات او في السنوات المبكره يعني. نعم. وبالتالي لما يتخرجوا في قوالب معينه في وظائف هم حيشغلوها يعني. صحيح. بالذات المواطنين. نعم. فهل انت بتشوف ان احنا في السودان عندنا مشكله حقيقيه بتاع النظر لسوق العمل اكثر من الحصول على شهاده؟ نعم اكيد. للاسف يعني احنا اثناء وجودنا في الامارات المتحده من المشاكل لاحظناها اخيرا، السودانيين اول ما يتخرج يستلم الشهاده، بمجرد ما اخذ اخر تقديميات او تصديق هنا في الجهات المختصه في الدوله مباشره عاوز يكون في مواكب لسوق العمل. فهذا ما يقدر يواكب، يقابل مشاكل كثيره جدا جدا. اول ما يصل ما في عنده خبره، وين يلقى الخبره؟ يعني داخل السودان الخبره تكون على مستوى محدود، مستوى ضيق. لكن لما يصل الامارات بيضطر ياخذ ثاني من زمنه على اساس يقدر ياخذ دورات تدريبيه يواكب التطورات الحاصله داخل الدوله يعني. ونحن طبعا على سبيل المثال احنا كنا شاهدنا في دوله الامارات العربيه المتحده مهرجان اكسبو كان عالمي موجود، قابلنا اكبر عدد من الجنسيات على مستوى عالي، كلهم خريجين جامعات من اوروبا من امريكا. يعني لما تيجي تقارن بشمال افريقيا بصفه عامه غير السودانيين يعني في مشاكل كثيره جدا جدا، ما في اي شيء شكل مقارنه، باعتبار انه ديك اصلا مين يتخرج يكون المعامل طوال من السنه الاولى بيكون مواكبين لهم طوال عارفين ايش اللي حاصل. نحن في السودان الضعف في الامكانيات حقتنا ما بتخلينا يعني يكون لسوق العمل مباشره. طيب احنا قبل ما نتكلم عن مشاكل. أيوة. وفصلنا في جذور المشكله عشان نقدر نحلها. نعم. وانتم عندكم مبادره كبيره في جانب التدريب. نعم. اذا كان السودان بينقص هنا التدريب. نعم. فبالتالي عن طريق كفاءات معينه سودانيه خارجيه بتحاولوا انكم تشبكوا. فانتوا دوركم شنو في بالتحديد يعني مواقع مسؤوليتكم المجتمعيه؟ سؤال ممتاز جدا.
جدا استاذ حمزه. بالنسبه للمجموعه علوم المستقبل هي احنا عملنا على شراكات داخل دوله الامارات العربيه المتحده وخارج هنا في السودان. بدايه بدينا شراكات مع جامعه النيلين، من هنا خلينا حي البروفيسور الهادي ادم كان موجود معنا في الامارات الشهر الفات، وقعنا معه اتفاقيه على اساس انه نتيح للسودانيين داخل الامارات من دبلوم عالي حتى دكتوراه، يكون اي سوداني او اجنبي داخل الامارات عاوز يتحصل على دراسات عليا من جامعه النيلين تكون متاحه له داخل الامارات وما يحتاج يجي على السودان نهائيا ثاني. وقعنا اتفاقيه في هذا الجانب، وان شاء الله من هذا الشهر طوالي نبدا قبول التسجيل والتفاصيل الخاصه بهذا البرنامج بالنسبه لي جامعة النيلين. عندنا شراكات ثانية مع جامعات مختلفة. قبل الشراكات في جامعة النيلين بالتحديد، انت بتتكلم عن انه دي فرصة، والناس اللي بيشاهدونا الان بيتابعونا في صباح الشروق ممكن تتهيأ لهم كثير من الظروف انه يكونوا قاعدين متواجدين في الامارات يعني. هل السودانيين اللي بيكونوا برا عايزين يجي السودان للدراسات الماجستير والدكتوراه في جامعات سودانية، هل حيدرسوا في جامعات اماراتية ولا فقط الشهادة سودانية في جامعات اماراتية؟ طيب تمام. نحن كمجموعة علوم المستقبل هيئنا، طبعا الامارات الجو مهيئ تماما، البيئة مهيئة تماما، تعمل اي فكرة اي عمل تنفذ مباشرة. قدمنا مبادرة لجامعة النيلين وطوالي، نحن على اساس السودانيين داخل الامارات عايزين يواكبوا بالتطوير ويعملوا دراسات عليا، وكذلك لظروف العمل او ظروف اجتماعية ما يقدروا يجي على السودان على اساس يعملوا الدراسة. في المرحلة الأولى إن شاء الله من الشهر 15-12 تقريبا إن شاء الله هنبدأ استقبال طلبات للدراسات العليا لجامعة النيلين في الأمارات بالبحث. ممتاز. ده بس كده كان محور الارتكاز. إنه الشهادة بتطلع بجامعة النيلين لكن متواجد خارجي. الشهادة نحن كمجموعة علوم المستقبل ما عندنا أي دخل في موضوع الشهادة، على أساس إنه الناس يكون المعلومة مؤكدة، الشهادة تطلع من جامعة النيلين بكل التوثيقات الرسمية داخل الدولة، الخارجية، التعليم العالي. نحن كجهة تنسيقية مجموعة علوم المستقبل، وأيضا في الجانب أستاذ حمزة لو سمحت لي، عندنا مجال كبير جدا، مجال المجلات العلمية والنشر، ده ملف كبير جدا جدا يعني نحن مشينا فيه يعني مشينا فيه خطوات كبيرة على أساس أنه نتيح للأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية ينشروا أوراقهم خارج السودان، على اساس من المشاكل ايضا يعني داخل السودان في قاعده كثير من الزملاء اعضاء التدريس تنشروا اوراق علميه، لكن للاسف هذه الاوراق العلميه قد تكون ما محترف بالمجلات العلميه خارج السودان، ما محترفين بها، على اساس كده ده اثر يعني في نشر الاوراق مجله غير محترف بها. فنحن مشينا في خطوات كثيره في هذا الجانب، مسؤول من هذا الملف البروفيسور عبد المنعم ادم سليمان، ايضا هو مسؤول من ملف التصنيفات للجامعات والاكاديميين بصفه عامه. طيب دكتور، انتوا سهلتوا للناس انه يكونوا متواجدين في الخارج بدل انه يجوا للسودان لظروفهم بتحت العمل او الظروف الاقتصاديه. قللتوا المشقه، لكن هل الموضوع ده فيه عائد مادي ولا فقط هي مسؤوليه اجتماعيه صرفه يعني؟ طيب، نحكي مجموعه نفس الرسوم اللي هي بتتاح، يعني نحن ما في اي يعني تقول رسوم إضافية أو زيادة على نفس الرسوم اللي جات من جامعة النيلين، نفس الرسوم المتاحة في الموقع. ومن هنا إن شاء الله نحن حنتيح كل الداتا والبيانات الخاصة بهذا الموضوع أو المشروع الدراسات العليا في الأمارات، حيكون موجود عندنا في الويب سايت بكل التفاصيل الخاصة للقبول والتسجيل والرسوم الخاصة بكل تخصص من التخصصات في جامعة النيلين اللي هي ممثلة في كلية الدراسات العليا. طيب جميل. ده شق جامعة النيلين عشان توفر المشقة بالنسبة للطلاب اللي عايزين يلتحقوا بدراسات عليا في الخارج. جانب آخر كبير عنده علاقة بالتدريب، وانت جيت عشان توقع ورقة أو عقد اتفاق ما بين جامعة الخرطوم بينكم انتو. فإلى أي مدى برضو التدريب مهم بالنسبة للسودانية العاملين بالخارج وتشبيهكم مع بعض؟ طيب، في هذا الجانب نحن ماشيين في شراكات مع جامعات قلت لك مختلفة في داخل السودان، على اساس نتيح التدريب اونلاين في المرحله الاولى للسودانيين داخل حسب ظروفهم حسب ظروف عمله. فعملنا اتصالات مباشره مع جامعات هنا داخل السودان، على سبيل المثال جامعه الخرطوم كنا مبادرين لها
مستوى الجامعة العالمية، مستوى الجامعة على مستوى الوطن العربي، سمعة الجامعة كمركز أول. كنا محتاجين لموضوع التدريب باعتباره عندهم مركز متخصص في هذا الجانب. نحيي البروفيسور محمد أحمد ومدير المركز، مشينا خطوات على أساس أنه نتيح للسودانيين الدخل الأمارات اللي عاوز يعمل دورات تدريبية متقدمة، لأنه هناك الكوست عالي جدا جدا أنه شخص عاوز يعمل له دورات تدريبية تتكلم عن مبالغ بالدولار من 3000 وما فوق، ده حسب دخلهم هم، حسب دخلهم هم. ما يعني نجي تقارن بين الموضوع الكوست. طوال حولنا لجامعة الخرطوم باعتبار أنه، أو شراكة أيضا مع جامعات ثانية على أساس أنه نقلل التكاليف للسودانيين، حتى الدخل الأمارات باعتبار أنه قد يكون محدودية الدخل وهو عاوز يزيد راتبه وهو في نفس الوقت محدود الدخل. فعملنا الشراكات على أساس أنه نعمل تدريب أونلاين كمرحلة أولى، يعني حتى لسه ما وقعنا الاتفاقية، لكن ماشيين إن شاء الله، نتوقع إن شاء الله في الأيام الجاية نخلص هذا الموضوع بشكل رسمي، على أساس إنه تخصصات مختلفة نعمل لهم تدريب أونلاين من الإمارات، وكل السودان طبعاً هناك موجودين على 7 إمارات. نحن بنتيح كل إمارة للعالم، وعندنا تواصل ايضا عبر الجاليات الموجوده في الامارات، القنصليه في دبي، السفاره في ابو ظبي. فنحن عندنا تواصل، عندنا داتا كبيره بالسودانيين الداخل الامارات المحتاجين للدورات ذاتها بيتخصص بيتفيها. ده كلام جميل. نعم. دكتور محمد، احنا المشكله في السودان مع الزياد العدد الكبيره والنسبه الكبيره للطلاب، ده كمان اثر على وجود كليات وجامعات بشكل ممتد كبير. نعم. وده ما اختصاصنا، لكن نعم، الامتداد ده هو اللي خلى في تصنيفات خارجية بتتم بصورة دورية للجامعات السودانية. صحيح. التصنيفات دي بتساعد سمعة البلد في المقام الأول، وبتساعد الجامعات في أنه تواكب الجامعات الأخرى وتعمل مع علائق يعني. صحيح. فإحنا بنعاني من مشكلة حقيقية دكتور محمد في السودان بخصوص التصنيف. نعاني من مشكلة حقيقية الآن. لو رجعت لتصنيف الجامعات لتلقى أنه الجامعات السودانية داخلة في مؤخرة القوائم بتاعت الجامعات على مستوى الوطن العربي، خلينا نقول. فهذا الموضوع نحن بنتكلم عن الكمية هنا في السودان، بنكون نركز على العددية للجامعات أو كأرقام. جامعات أم بعينها يعني، هسه بقت ممتدة. ممتدة وكليات وتطور لجامعات، ده حاجة في جانب إيجابي جدا جدا نحن مع هذا الكلام، ولكن نحن نتكلم عن الكواليتي للجامعات اللي بتقدر تخليها تمشي خطوة بخطوة بتفاصيل إنه كيف ترقى كل الجامعة، الكلية ترقى للجامعة، من الجامعة كيف يكون عندها مستوى عالي أو معتمدة عالميا. من هذه النقطة أستاذ حمزة، الملف هذا كامل عندنا البروفيسور عبد المنعم أدمسي الإمام، الآن موجود في المملكة العربية السعودية، من هنا حيوه والأخوة الزملاء الموجودين معه. أدينا جانب كامل، ومن هنا نخلينا حي جامعة النيلين، لأنه بمجرد ما وقعنا الاتفاقية أديناهم الخطوات طوالي اللي يبدو بها على أساس أن الجامعة تدخل كيف في التصنيف. ودي فيها طبعا فيها حاجات كثيرة، وفيها زي ما تقول نقاط مشتركة زي ما ذكرنا، البيئة التعليمية، أعضاء هيئة التدريس، النشر يتم كيف، يعني الكواليتي الخاص بالمعامل لازم كلها تصنيف، يعني هي ضروريات لابد الجامعة السوفية تدخل في التصنيف العالي. البروفيسور نحييهم هنا، البروفيسور الهادي آدم، البروفيسور الهادي آدم جامعة النيلين، مدير جامعة النيلين، الآن خصص وحدة خاصة بهذا الملف باعتبار انه خطوة بخطوة نخلي الجامعات تدخل في التصنيف. يعني كيف ان الجامعات تدخل؟ اديناهم الخطوات 1 2 3. طيب. طيب عشان ما قبلها برضو جامعة الخرطوم يعني هيئوا نفسهم للتصنيف في اي وقت. نعم. طيب نحن نتكلم عن سمعة البلد. نعم. واذا كانت السمعة جيدة وممتازة فبالتالي بنشوف في ابتعاث. صحيح. بنشوف في فرص كبيرة، بنشوف في تشبيك. نعم. أكبر. فعشان نحسن الصورة الذهنية تحت الجامعات السودانية في الخارج، المفروض يحصل شنو من الخبراء والمختصين خارج الوطن؟ طيب ده سؤال ممتاز جدا. الآن نحن أثناء وجودنا في الأمارات قابلنا عدد كبير من الخبراء زي ما ذكرت في الأول، ماسكين وظائف عليا وقيادات وعلى مستوى الدول.
أن إحنا كمجموعة علوم المستقبل كشركة موجودة في الأمارات في الشارقة عملنا على أساس إنه نعمل كحاضنة للسودانيين اللي عندهم خبرات على مستوى كيف نستفيد منهم من الأمارات ونعمل إن شاء الله 1% يا أستاذ حمزة نقلناه هنا في السودان أن إحنا ممكن يعني نمشي خطوتين لقدام زي ما تقدر تقول. وصلنا مع عدد كبير من الباحثين او الخبراء على مستوى الجامعات في 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 الامارات بشكل عام. وفي نقطه مهمه ايضا جدا هنا في 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 الان بيتخرج اكبر عدد من 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 الطلاب في على مستوى السودان الاف بيتخرج. طيب يتخرجوا الاف وين بحوثهم مشت وين؟ نحن كمجموعه عندنا رؤيه انه عندنا تيم كامل متخصص نعمل باستراق لكل نجيب المستخلصات لكل البحوث بجميع التخصصات على اساس نشوف البحوث الممكن يتم تنفيذها مباشره على اساس انه نعمل بها نعمل على شراكات عندنا شركات في الامارات وفي شركات مع شركات في اوروبا على اساس انه ناخذ منهم التمويل اللازم ليكفي انه المشاريع دي ممكن نقدر ننفذها على مستوى فردي او على مستوى مجموعات ان شاء الله. طيب نديك مساحه اخيره دكتور محمد عشان تقدر تناشد فيها كل الطلاب انه يلتحقوا ويكملوا دراساتهم وتوفروا لهم كل المعينات وبالنسبه للاختصاصيين ممكن برضه يقدموا الفائده بالنسبه للسودان وهم خارج السودان. طيب من هنا حقيقي السودانيين داخل الامارات بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام نحن إن شاء الله من الأسبوع الجاي نناشد من هذه المحطة أي شخص نحن معلوماتنا وتفاصيلنا كلها الخاصة بالمجموعة ستكون موجودة في الويب سايت بتاع الشركة ولا يحتاج إنه شخص يجينا من أمارة أخرى لأن طبعا الأمارات شكلها مختلف تماما كل التقديم حيتم أونلاين القبول والتسجيل حتى مناقشة الدكتوراه حتى أعضاء هيئة التدريس وموافقة الدكتوراه كله حيكون إلكتروني داخل الجامعة ومن هنا نناشدهم إن شاء الله أبوابه مفتوحة بالنسبة لهم ونحن عملنا تواصل كبير مع حتى السودانية داخل الأمارات ونحن سعيدين بهذه الفرصة على أساس أنه نقدر نقدم حاجة لوطننا إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور محمد الشفيع محمد الشيخ كتر خيرك على حضورك صباحا نتمنى لكم مزيد من التقدم إن شاء الله معاكم في سعيكم الدائم لنهضة البلد المشهودة في مجالات متعددة كثر خيرك. شكرا لك جزيلا وبارك الله فيك وشكرا لفضائية الشروق على هذه الاستضافة في هذه السنة حلوة. شكرا شكرا جزيلا.